وإلى الأخبار الدولية والسادة، حيث ثمنت أوساط سياسية وشعبية أردنية دور دولة الكويت الثابت والمشرف تجاه الأحداث الأخيرة التي جرت في فلسطين. نعم، دور كبير لدولة الكويت في دعم صمود الأشقاء في فلسطين، وتجلى ذلك خلال الأزمة الأخيرة، فكانت قنواتها الدبلوماسية تسير على قدم وساق لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. ثمنت أوساط سياسية وشعبية أردنية دور الكويت الثابت والمشرف تجاه الأحداث الأخيرة التي جرت في فلسطين. دور كبير لدولة الكويت في دعم صمود الأشقاء في فلسطين، وتجلى ذلك خلال الأزمة الأخيرة، فكانت قنواتها الدبلوماسية بقيادة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تسير على قدم وساق لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. الكويت دائما كانت موجودة وحاضرة في المشهد الفلسطيني وفي القضية الفلسطينية وفي اللب الفلسطيني، وهذا ما عبروا عنه بوضوح في المعركة الأخيرة التي كانت من أجل القدس ومن أجل عروبة القدس. سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قال وبكل وضوح: القدس لن تكون إلا عربية عاصمة للدولة الفلسطينية. أنا أول شيء بشكر حكومة الكويت على مواقفها دائما الداعمة الأردن أولا والشعب الفلسطيني ثانيا، ومواقفها دائما مشرفة، وخاصة من كبار قيادة الكويت، يعني دعم متواصل دائما. وإحنا أول شيء شعب الكويت وشعب الأردني شعب واحد، فهمت علي؟ وصدقا اللي قدموه الشعب الكويتي في آخر هاي المشكلة الأخيرة اللي صارت في فلسطين شيء بيرفع الرأس. أوساط إعلامية وصحفية أردنية تحدثت عن دور الكويت الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، فموقف الكويت وقيادتها لن يحيد عن الحق دائما. حينما نتحدث عن الكويت لا نتحدث في إطار المجاملة أو الأخوة، وإنما نتحدث عن الكويت في إطار الضمير القومي والأخلاقي. هذا البلد قدم موقف يعتبر وحدة قياس لدى العالم العربي كله. الكويت أصدرت قانون مهم يجرم من يتعامل مع الاحتلال، وهذا القانون بحد ذاته يضع شعب الكويت وحكومة الكويت في رأس الرمح للمواجهة. هذا ليس قانون عابر، وإنما هذا قانون يشبه قوانين الدفاع وهو قانون مواجهة. الكويت واجهت. كان هناك دور للكويت حقيقة في دعم الموقف الأردني، الموقف الأردني الذي صار جنبا إلى جنب مع الكويت، وخاصة في قضية الوصاية الهاشمية على المقدسات، فكان هناك موقف واضح وصريح أن الكويت يدعم الأردن في أن الأردن هو الوصي على هذه المقدسات، وأنه الراعي لهذه المقدسات، وأنه هو المكلف والمكلف الوحيد والشرعي للحفاظ على هذه المقدسات لبقائها حتى نصل بها إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمة القدس. الشارع الكويتي سار منسجما مع الدور العربي خلال الأحداث الأخيرة في فلسطين، فكانت الدعوات واضحة لبذل الغالي والنفيس لإنقاذ غزة والقدس ونصرة الفلسطينيين. موقف كويتي ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، موقف لم يتلون ولم يتبدل في تحقيق السلام المشترك وضمان حق الشعب الفلسطيني، فلطالما كانت الكويت سباقة في دعم صمود الفلسطينيين بشتى الوسائل والسبل. لتلفزيون دولة الكويت، غيث الرقاد، عمان.